invite to the stage قاري شيخ محمد أيوب القاسم. بارك الله فيك. اسمعك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. Let me get that mic. This one. This one's got back too much space. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا قد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا قال أنتم شر مكانا قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه
من المحسنين. قالوا قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانا. قالوا قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا. قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله
ومن قبل ما فرطتم في يوسف حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. وما كنا
مثل القرية التي كنا فيها واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا فصبر جميل واسأل فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا
حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها بسم بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها
السماء وما بناها صدق الله العظيم. بارك الله فيك، أحسن الله فيك.